مساء الخير، ازيكم في حلقه جديده. النهارده هوريكم وصفه لصوص مكرونه بالتونه والجمبري. تعالوا معايا اوريكم ازاي بنعملها. اول حاجه، اهم حاجه، ابقى مسخنه الووك او الحله او الحاجه اللي هعمل فيها تبقى سخنه. حط الزيت، المهم يبقى سخن. دلوقتي هحط اول حاجه البصل، الفكرة ان الحلة تبقى سخنة، ان الخضار او البصل او الطماطم او اي مكونات هحطها ما تنزلش المية بتاعتها، انا عايزاها تتحمر بسرعة او تتشوح على النار. بعد البصل لما يبدأ لونه يبقى اصفر، حط الطماطم. انا بستعمل تشيري توميتو متقطعة نص، عايزين طماطم عادية ممكن، دي بس بتدي طعم ألذ شوية. أول ما الطماطم تبدأ يعني يدوبك تدبل زي ما انتوا شايفين كده، هحط بقية المكونات. حط الفلفل أخضر، وأحمر، والاصفر. طبعا بيدوا طعم احلى، بس برضو لو ما عندكيش غير اخضر ومش عايزه تستخدمي فلفل الوان ممكن تحطي نوع واحد. حط الثوم بتاعي، هحط دلوقتي الملح. الطماطم من الحاجات اللي بتاخد ملح كتير، وبحط رشه سكر صغيره، فلفل اسود، ممكن يتحط تشيلي باودر، ممكن تبقى سبايسي شويه. حط الجمبري ده نص كيلو. الجمبري مش بحطه كتير على النار لانه بيستوي بسرعه، واخلي النار عاليه علشان ما ينزلش الميه بتاعته، انا عايزاه يفضل من غير ما يبقى طري قوي قوي كأنه مسلوق، عايزاه يفضل كده كأنه متحمر. حط معلقه توميتو بيست او اللي هي صلصه الطماطم الجاهزه عشان تدي لون حلو، ممكن زود شويه. الوصفه دي لو اخدتوا بالكم من المكونات بتاعتها كلها صحيه قوي وخفيفه، ما فيهاش زيت كتير، وانا بستعملها عشان تبقى اصح واخف مع مكرونه براون او بني. جربوها، لان في ناس كتير فاكره ان المكرونه البراون دي طعمها مش حلو، بس بالعكس طعمها يعني فيري نايس. جربوها هتعجبكم. دلوقتي هزود شويه ميه وهسيب التونه في الاخر. كتير، هخلي الريحان والتونة اخر حاجة، هسيبها بس دقيقتين، هغطيها على النار عشان الجمبري يستوي واوريكم بتتعمل ازاي في الاخر. دلوقتي الجمبري بتاعي جاهز، الصوص استوى، هحط فاضل التونة، سايباها للاخر لان التونة دي الكانز دي بتبقى جاهزة ومستوية. خلاص حطيت التونة، يدوبك بس بقلبها مع الصوص عشان الطعم يبقى مظبوط، واحط الريحان بيدي طعم حلو قوي. والصوص بتاعتي تقريبا بقت جاهزة، دقيقة واحدة وهطفي عليها. دلوقتي الصوص بتاعتي بقت جاهزة، تعالوا اوريكم شكلها بقى عامل ازاي. ريحتها حلوة قوي، دي الباستا اللي انا قلت لكم بستعملها البراون، عايزاكم تجربوها لان دي وصفة ممكن اي حد بيعمل رجيم او عايز يعمل نظام شوية صحي في الاكل، الوصفة دي خفيفة وصحية. وده
الشكل النهائي للباستا بتاعتي اللي بالجمبري والتونه. لو انتوا مش عايزين تحطوا جبنه اتس اوكي عشان تخففوا الكالوريز شويه، بس بتدي طعم حلو. ممكن تحطي بس حبه صغيرين، مش لازم كتير، وتستمتعي بالطبق الحلو ده وبالهنا والشفا.